مساء الخير، مع حضراتكم المستشار العقاري محمود كساب، شركة ريال استيت جايد استشارات عقارية بالعاصمة الإدارية الجديدة. النهاردة هتكلم مع حضراتكم عن مشروع أفينو المقصد. هو مول خدمي موجود في الار 3 في منطقة الكومباوند المقصد. طبعا المطور العقاري المشروع شركة دولمن، والشركة ديت متخصص ليها 3 قطع أراضي في الحي السكني الثالث. أول مشروع اتطرح اليوم كان مشروع زبير، هو واخد كان فيو مميز جدا على الواحة المركزية، كان واخد فيو على الواحة المركزية والفيو تاني كان على ميدان. تمام، المشروع ده يمكن اتباع بشكل كبير، يعني مفيش حاجات، يمكن الأفيلابل فيه حاجات بسيطة جدا. تاني مشروع اليوم حاليا اللي هو المشروع بتاع المقصد، او بمعنى صح افينو المقصد. تمام، هما كل قطع الاراضي بتاعتهم مستخرجه من هيئه المجتمعات العمرانيه، باعتبار طبعا ان هيئه المجتمعات العمرانيه او منطقه الحي السكني الثالث تعتبر من تنفيذ وزاره الاسكان وهيئه المجتمعات العمرانيه. طيب، الاستشاري الهندسي للمشروع والمقاول شركه اركان. شركه اركان يعني كمشاريع ليها، هم عاملين اركان بلازا الشيخ زايد، عاملين المشاريع بتاعت شركة ايوان، كمان هو استشاري لعدد كبير من المشاريع السياحية في البحر الاحمر. هما معاهم اختار تخصيص ومحضر استلام للارض، ومعاهم رخصة انشاءات برضو في الوقت دوت. طبعا الموقع بالظبط بتاع افينو المقصد ويعتبر في قطعة دي 4، ديت تعتبر اللي هي بتاعت كومباوند المقصد الفيلل، ويعتبر قصاد المدينة الرياضية مباشرة. كومباوند ده مساحته حوالي 210 فدان، بيخدم اكتر من حوالي 900 فيلا، فيلا متشطبة بالكامل. التسليم بتاعها يبدأ خلال السنة الجاية. انت عند حضرتك الار 3 ده يعتبر اول حي سكني هيكون جاهز للتسكين بالفعل في العاصمة خلال 2021. الحي السكني الثالث مساحته حوالي 1100 فدان تقريبا، موجود فيه المقصد ريزيدنس، ده من تطوير شركة سيتي ايدج، بعدد حوالي 25000 وحدة سكنية. اليونس ديت هتبدأ تسليم خلال شهر 6 اللي جاي، هيبقى فيه حوالي عدد من المدارس الانترناشونال، موجود في الار 3 عدد من الفنادق المخصصة للزائرين بتوع المدينة الرياضية، موجود في الجامعة الكندية، ودي من تعتبر من أول الجامعات اللي هي بدأت التشغيل بالفعل في العاصمة من 2018. موجود كمان الجامعة الدولية الأوروبية، ودي المفروض هي من تعتبر من الحاجات اللي هي هتشتغل قريب جدا، يمكن خلال السنة اللي جاية. في عندنا القرية الذكية، ودي من المناطق اللي هي هيبقى فيها تجمع للشركات المالتي ناشونال بمعنى أصح. اللوكيشن بتاع الار 3 بيعتبر بيعدي من قصاده محطة القطارات اللي هي بتاعت المورونيل، كمان هي واخدة فيو مباشر دايركت قصاد المدينة الرياضية، او قصاد قصدي الابراج الصينية، منطقة الاعمال المركزية، ويعتبر هي واخدة الفيو للبرج الايقوني، وده اطول برج في افريقيا. طبعا المدينة الرياضية احنا كنا اتكلمنا عن عامة مواصفات الحي السكني الثالث، موجود المدينة الرياضية على حوالي 93 فدان. الار 3 موجود فيها عدد من المستشفيات، موجود فيها مستشفى الغندور، موجود فيها مستشفى دكتور مجدي يعقوب. ده بشكل عام كمواصفات عامة. انت عند حضرتك تعتبر من اقرب الاحياء السكنية لمدينة الفنون والثقافة، وموجود فيها مدينة المعرفة برضو. طيب، بالنسبة للمواصفات او بمعنى صح المميزات بتاعت شركة دولمن اللي هي بتتميز بيها الشركة، اول حاجة عند حضرتك نسبة التحميل، هم يعتبر من اقل الشركات اللي هي بتعمل نسبة تحميل عندهم 18%، وده بيبقى مرفق في العقد بتاع حضرتك بالابعاد بتاعت الوحدة بصافي المساحة بتاعتها، ده كله بيبقى مرفق مع العقد بتاعك. هم عندهم في الكونتراكت او في العقد بتاعهم بيبقى فيه بند هو بيلزمهم، اولا هم مش هيجيبوا شركة ادارة هي اللي بتدير المول، لا ده هم اللي هيديروا المول بنفسهم، وبيبقى فيه في من ضمن البنود ان هو مسؤول عن ان هو في حالة لو حضرتك ما قدرتش ان انت تأجر او ان انت تشغل النشاط بتاعك، هو بيتدخل وبيبتدي ان هو بيأجر لك الوحدة بتاعتك، بيبقى طبعا بعائد ايجاري بمعنى اصح وكده. طب هو كمان في الميزة الاساسية ان هو بيتخصص في انشطة المحلات، وده عشان بيعمل تخصص لانشطة المحلات عشان ينوع من الأنشطة داخل المشروع بتاعه، وده طبعا طبيعي برضو من الحاجات اللي بتخلي المشروع ينجحه بمعنى أصح. هو المشروع زي باقي المشاريع الموجودة في الـ R3 بتبقى أرضي وأول وتاني.
مشروع كله تجاري. عندهم الدور الأرضي متوسط سعر المتر 100,000، الدور الأول سعر المتر حوالي 85,000، في منطقة الفود كورد سعر المتر 115، وفي الدور الثاني سعر المتر 75,000 أو بيبدأ من 75,000 بالتقريب. طيب المساحات يعني بتبتدي من حوالي 15 متر تقريبا. عند حضرتك بقى بالنسبة أنظمة السداد، هو بيديلك على 6 سنين مقدم 10%، في على 7 سنين مقدم 15%، في على 8 سنين مقدم 20%، وفي النظام إن أنت بتدفع أول قسط ليك بعد الاستلام دفع في حالة لو حضرتك دفعت تقريبا حوالي 40%. طب المشروع كله تسليم كمان 2.5 سنين، بيبقى يعني طبيعي إن هو بيبقى مش متشطب التجاري، والصيانة بتبقى 10%، وبيبقى فيه وديعة التسويق 2%، دي بحيث ان هو يقدر يعمل لحضرتك كده يعني نوع من الدعاية والإعلانات بشكل مستمر، وإقامة حفلات مثلا في المناسبات، الحاجات اللي هي بتعمل نوع من أنواع الجذب والترافيك يعني. ده بشكل عام كده كمختصر عن المشروع بتاع افينو. انا هوري لحضراتكم طبعا اللوكيشن بتاعه والتفاصيل الماتيريال، اول لما هتجيني هتكلم مع حضراتكم عن شكل مواصفات المشروع والتصميمات الفلور بلان. طبعا لو في اي استفسارات بشكل عام دلوقتي عن فرص الاستثمار داخل العاصمة، حضرتك تقدر تتواصل معايا على طول دايركت من خلال الضغط على اللينك اللي بيكون موجود في اول الديسكريبشن. حضرتك مجرد ما بتضغط معايا على اللينك ده، هو بيوصلك على طول على الواتساب الخاص بيا، او رقمي برضو ظاهر مع حضراتكم. طبعا تشرفوني بالتواصل في اي وقت. انا مع حضراتكم محمود كساب، استشاري ريال استيت العاصمة الادارية الجديدة، شركة ريال استيت جايد، وشكرا جزيلا لحسن الاستماع. طيب انا كده فاتح مع حضراتكم البلان والمرحلة الاولى للعاصمة. احنا اتكلمنا عن افينو المقصد، هو موجود في الحي السكني الثالث في الار 3 في داخل مشروع المقصد الفيلل، تمام، ما بين قطع دي 4 ودي 5. احنا عندنا الار 3 هو طبعا من تنفيذ هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الاسكان، مكون من 8 مجاورات. عندنا المجاورة الاولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة والسابعة والمجاورة الثامنة، بيحطهم هنا منطقة او الاريا اللي هي بتاعت الواحة المركزية، ودي تعتبر من تفرع من تفرعات النهر الأخضر. طبعا أهم الخدمات اللي بتميز منطقة الـ R3 بحكم طبيعة المنطقة نفسها أو الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها من التصميم نفسه بتاع البلان بتاعة العاصمة، أنت عند حضرتك هنا الـ Smart Village، في طبعا الجامعة الكندية من الجامعات اللي بدأ الدراسة بالفعل، في الجامعة الأوروبية والمدينة الأكاديمية، في عند حضرتك المدينة الرياضية على 60 فدان تقريبا، ودي اللي هتستضيف كأس العالم لكرة اليد في 2020. طبعا هنا عندنا الدي 4 والدي 5 ديت اللي موجودة، اللي هي مشروع الفيلا المقصد، أكتر من حوالي 600 فيلا تقريبا. طبعا قصادها على طول هنا منطقة الأعمال المركزية اللي موجود فيها الأبراج الصينية والبرج الأيقوني اللي موجود في الأريا ديت، تمام. فده طبعا توضيحا لمدى أهمية الـ R3، إن هي تعتبر أول حي سكني هيكون قابل للتسكين في العاصمة ابتداء من 2021. طيب ده كده شكل التصميم، او بمعنى صح الشكل بتاع الحي السكني الثالث اللي احنا اتكلمنا عنه، ده من الدي 1 لحد الدي 8. اوكي، طبعا الفيلا الموجوده في الدي 4 والدي 5 ويعتبر في الاريا ديت بالظبط، توضيحا كل منطقه او كل مجاوره ايه بالظبط اللي بيتعمل فيها من كميه الوحدات السكنيه وعدد الوحدات التجاريه، وطبعا الشركات اللي هي المساهمة في الإنشاءات اللي هتكون موجودة في اللي هي بالفعل اتنشأت في الحي السكني التالي. طيب ده كده شكل التصور أو ديزاين العام الخارجي للمشروع. هو مشروع خدمي بيخدم على أكتر من 600 فيلا اللي هو مشروع المقصد، وطبعا يعتبر من أقرب المشاريع التجارية للمدينة الرياضية. هو طبعا بيحدد لحضرتك هنا اللوكيشن بتاع افينو، ويعتبر هنا ما بين قطعة دي 4 وقطعة دي 5، متقسم طبعا جزء خاص للفيلات المودرن وجزء خاص للفيلات
فيلات الكلاسيك، مشروع كله فيلا بالكامل. انت بتتكلم اقل سعر فيلا في المشروع دلوقتي عاملة حوالي 5,906,000 جنيه، ده اقل حاجة. دي الحاجات الفاسيلتيز الموجودة، سوبر ماركت بيبقى فيه خدمات بنكية او اللي هي الاي تي ام واستيرادية. طبعا منطقة الفود كورد في الدور الاول، الكافيهات والمطاعم والشوبينج ومحلات الشوبينج. ده الشكل التصور اللي هو الديزاين الداخلي للفلور بلان اللي هو البيزمنت. ده الدور الأول، ده الدور الأرضي، ده المحلات الدور الأرضي. تمام، هتلاقي كل المحلات ديت معاها مساحات أوت أريا. تمام، هو شكل سيمبل خالص، وعدد المحلات اللي موجودة مش كتيرة برضو. دي الصيدلية أعتقد. أوكي طيب، هتلاقي هنا بقى، هننزل هتلاقي هنا منطقة الفود كورد موجودة في الدور الأول. أوكي أعتقد يعني من أميز المشاريع اللي موجودة في الـ R3، إن هو أعتقد يعني هو هيخدم على فئة كويسة جدا من طبيعة الكثافة السكانية المحيطة بيه، وأعتقد برضه إن هو هيكون من أول المشروعات اللي هتكون جاهزة فعلا للتشغيل. أول ما هيكون يعني هيتم تسليم الوحدات فيه، هيقدر إن أنت تشغل الوحدة بتاعتك سواء من خلال الإدارة التشغيلية الخاصة للمشروع، أو حضرتك تقدر يعني إن أنت تشغل النشاط بتاعك بنفسك يعني. هم عندهم ميزة طبعا تحديد الأنشطة زي ما اتكلمنا، ده الدور الثاني أعتقد. تمام، يعني ده كده بشكل عام نبذة حبيت أتكلم بيها عن مشروع أفيون، وأنا بعتبرها بصراحة من المشاريع اللي أنا برشحها بقوة في العاصمة الإدارية الجديدة. طبعا لو في أي حد محتاج البروشورز يقدر يبعت لي على الواتساب من خلال الضغط على اللينك اللي بيكون موجود في أول الديسكريبشن، أو طبعا رقمي ظاهر مع حضراتكم، تشرفوني بالتواصل في أي وقت. لو مهتمين بفرص الاستثمار رقمي ظاهر مع حضراتكم تحت أمركم. شكرا جزيلا لحسن الاستماع.